كمل أخبارنا مع موسم الرياض. بيوم 24 فبراير رح يكون في حفلة لعمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم، وفي الويكند الهضبي حمس جمهوره على الحفلة من خلال صفحته على إنستغرام. أما العروض المسرحية المنتظرة في موسم الرياض، عرض أبو مساعد في مهب البيت بعد بكرة في تاريخ 23 فبراير على مسرح بكر الشدي، واللي بيرجع من خلاله عبدالله السلحان لخشبة المسرح بعد غياب لسنوات، وإحنا أكيد قابلناه في كواليس التمرينات وخبرنا عن شخصية أبو مساعد اللي بيجسدها في المسرحية. هي الأجمل وهي الأظرف وهي ذات القبول وذات الحضور التلقائي بدون انفعالات وبدون اجترار النكتة وبدون مهما قالت، يعني مقبول من قبل المتلقي، وهي شخصية بعيدة عن الإسفاف والتهريج لكن مقبول منها كل شيء. وهذه هي الأسباب خلف اختيار شخصية عبدالله السدحان الشهيرة أبو مساعد عشان يرجع فيها إلى المسرح بعد غياب دام حوالي 25 سنة. هو شخصية أب كبير في السن، يعني بتجيب لهم أب أو نجيب للمشاهدين أب ثقيل طينة ولا ثقيل دم ولا ممل، يجب أن يكون الشخصية منتقات بحيث تتناسب مع ذوق المشاهد. أما مساعد فراح يقدم دوره أحمد العونان اللي كان جدا سعيد بهالتجربة. إن شاء الله المسرحية هذه يعني التجربة الثالثة تعتبر لي كعمل مسرحي سعودي، اتشرف بالمشاركة فيه يعني، والأولى طبعا مسرحيا مع أستاذ عبد الله، وإن شاء الله أنها وفي الرياض، يعني أنا مع أستاذ عبد الله على أرضه وبين جمهوره اللي هو أساسا اتشرف وهو أساسا السبب الأول بعد رب العالمين في انتشار وأن اسم أحمد العنان يكبر ويكبر الحمد لله. والفرحة بمشاركة عبد الله السدحان المسرح كانت مشتركة عند الجميع. يعني أنا محظوظة جدا أن رجعت الأستاذ والفنان عبد الله السدحان على المسرح أني أكون أحد الأبطال معه، فمرة مبسوطة ومحظوظة أن أنا معه بالمسرح. أول شيء إضافة كبيرة لي أنه أقف على خشبة المسرح مع هذا النجم الكبير، وشيء ثاني أنا وأنا في البروفات قاعد أقول ودي أن أنا أكون مكان الجمهور وأجلس أتفرج بس على شخصية أبو مساعد وعلى الشيء الجميل اللي مقدمه لنا الفنان الكبير عبد الله السدحان، خاصة أنه راح يشكله هو وأحمد العنان ثنائي مضحك. العنان وأبو تركي قاعد يسوون دوت مو طبيعي، ان في البروفات ما احنا قادرين نمسك انفسنا، فما بالك اذا جاء وقت العرض ان شاء الله. نقدر نقول انهم كانوا اضافه كبيره للممثلين المشاركين بالمسرحيه. احمد عنان ابو وجه كبير ما شاء الله عليه، هذا سكر المسرحيه، احمد عنان كل يوم نستفيد منه حاجه. اتفاجئ انه عبد الله السدحان بيعطي مساحه بيساعد الممثلين، عبد الله السدحان حتى غرفته ما يقفل بابها لاي احد يجي يدق الباب عليه، يعني إيش قمة التواضع اللي هو فيها والإنسانية والأخلاق الراقية. يعني أنا قاعد أستفيد من خبرته وأستفيد من أسلوبه ومن طريقته. وهالكلام أكد عليه مخرج العمل ناصر البلوشي. هذا يعتبر العمل الأول من إخراجي مع أستاذ عبد الله السدحان. اليوم أستاذ عبد الله السدحان في هذه القامة، اليوم لما يشتغل معك هو يعطيك الثقة ويكسر كل خلينا نقول قوالب الثلج يذوبها، بحيث انه يسلمك نفسه ويقول لك انا تحت تصرفك. صحيح انه الكل تكتم عن الاحداث اللي راح بنشوفها على المسرح، انما نقدر نعرف انه نايف الضفيري راح يلعب دور منصور. لا، الدور هو دور معاون ابو مساعد، وهذه فرصة كبيرة لي. تخيل ان الشخصية هذه احنا تولدنا عليها وعشنا عليها من زمان، شخصية ابو مساعد، والحين انا قاعد يعني عنده فرصة ان اشتغل مع مو بس مع استاذ عبد الله السدحان، استاذ عبد الله السدحان وشخصية ابو مساعد، فيعني لي كثير جدا. اما المفاجأة كانت اللي كشف لنا هي مؤلف المسرحية عبد العزيز المدهش. وفي مفاجأة ما ودنا نحرقها، انه عندنا شخصية ثانية لعبد الله في المسرحية، في واحدة مطورة، يعني واحدة من شخصياتها اللي الأول اللي طلع فيها بيطاش بس على شكل مرتب أكثر، كان مسوي لها تحديث يعني. بالتوفيق وإن شاء الله المسرحية تحقق نجاح كبير. أكيد طبعا. مؤلف المسرحية الكاتب عبد العزيز المدهش كمان لما سألنا عن أعماله القادمة قال إنه عنده أعمال مع ناصر القصبي. كمان سألنا الفنان أحمد العنان عن أعماله لشهر رمضان، خبرنا إنه راح يكون عنده مسلسل مع عبد الناصر درويش، ومسلسل أيضا آخر مع عدد من النجوم راح نعرض هذا العمل على MBC، ولكن من دون ما يذكر أي تفاصيل زيادة. بدورها كمان أميرة محمد راح تشارك بنفس المسلسل مع أحمد العنان على MBC، وعندها كمان عمل آخر مع الفنان سعد الفرج.